حقق المنتخب الكويتي لكرة قدم الصالات فوزاً ساحقاً على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 في بطولة كأس العرب والتي تنظمها مصر حتى 30 من مايو الجاري. ونجح لاعب المنتخب الكويتي في السيطرة على مجريات المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات للبطولة، وأحرز أهداف الأزرق كل من عبد اللطيف العباسي وعبد الرحمن الطويل 3 أهداف لكل منهما، فيما سجل عبد الرحمن المسبحي وحارس المرمى سالم الصميعي هدف لكل منهما. من جهته سجل اللاعب محمد أحمد الهدف الوحيد لموريتانيا، وحصل لاعب المنتخب الكويتي عبد الرحمن الطويل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الراقي الذي قدمه وأحرزه 3 أهداف ساهمت في فوز فريقه.